أولاً الشيعة لم تحكم العراق الشيعة لم تحكم العراق ما لا عفوا عفوا الشيعة لم تحكم العراق من حكم العراق الأطراف جميعاً وعلى رأسهم أمريكا أنا أسألك أمريكا تقول لك لا تبني عفوا إيه قلي لا تبني أنا أسألك سؤال أسألك سؤال من حرق المزارع قبل فترة قبل كم سنة مزارع اللي بالجنوب من حرقها من الذي ضرب بها هذه تعرف انت يا شيخ؟ انا اقول من حرقها؟ من حرق؟ انا انا اسال اي منو حرق؟ انا, ما اعرف ولا أسأل انا اعرف وأطراف اطراف مستفيدة ومن سبب من الاسماك؟ من الاسماك؟ اه جيد نعم من الذي يمنع دخول حتى المنتجات التي تخص الالبان الالبان احسنت لا خلينا نسال هذا السؤال بالدالد. من يمنع القوى السياسية الشيعية من تغيير واقع حال الوسط والجنوب؟ امريكا لديها رأي في العراق امريكا هي من تسيطر على القرار في العراق. لا العراق يعني الان واشنطن تمنع عمليه تم تطوير تم الوسط تم والجنوب؟ تمنع 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 تطوير انا ما اقول شوف م. هناك خلل نعم م. هناك من دخل في العمليه السياسيه لا المانع الاساسي المانع الاساسي امريكا انه نعمر أمريكا. الوسط والجنوب. امريكا اسمح لي امريكا ووضعت شخصيات بائسه على منصات كثيره وعلى مواقع كبيره لا تستحق ان تقف بهذا الباب المكان، هناك اخطاء حصلت نعم، لكن انا لا احمل هذا كله للواقع السياسي، احمل امريكا الفساد واحمل امريكا تاخير ما موجود في العراق، واحمل امريكا ما احل بالعراق من دمار في جميع مفاصله أمريكا. كون. أمريكا. هذا أمريكا. رأيي أمريكا. أمريكا أنا ما قاطع أمريكا تقول لنا نعم م. نعم 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 أمريكا تساعد الفاسدين أن يكونوا في م. مواقع كبيرة ومهمة م. لذلك أنا أقول لو إنه خرجت أمريكا من العراق واصبح الحكم للعراقيين سوف تكون يحكم اليوم؟ اليوم امريكا الحاكم الاكبر والاقوى فشو والمسيطر فشو على القرار سيادة؟, سياده؟ عفوا عندنا عفوا انا اقول ان العراق لديه سياده سياسيه مم هناك سياسيين لديهم قرار سياسي عراقي مم ويمنعون من وجود كثير من الامور ما يستطيعون عليه فعله امام التوحش الامريكي مم لذلك نحن اليوم لا خلينا نسألك هذا السؤال حتى تختم الشيخ يعني التدخل الأمريكي مثلا يوصل إلى حد أنه يمنع إكساء شوارع وإنشاء مشاريع استراتيجية في البصرة في العماره أمريكا, أمريكا تمنع أنه حتى في الموازنة في التقسيم في تقسيم الموازنة تدخل آه هذه الموازنة إذا أرادت أن تذهب إلى البرلمان تدخل السفارة الأمريكية هاشو نعم يعني أسأل موازنة ما نعم تمر نعم للبرلمان آني آني إلا تدخل هذ السفارة؟ هذا, هذا علمي اه هذا علمي نعم تدخل السفارة تدخل وتوزع حتى حتى هذا حتى يعني هذا اللي يعني اللي قر موازنتنا السفيرة سفارة الأمريكية, الامريكية تتدخل في كثير من المفاصل الموجودة حتى في في تطوير العراق يعني رئيس الوزراء اذا يريد يتخذ قرار يراجع السفيرة الامريكية اذا كان رئيس الوزراء يريد ان يكون حرا طليقة باستطاعته ان يتمرد على الاراده الامريكيه انا سؤال واضح حتختم كما الان كما السيد السوداني على السيد المالكي السيد المالكي هم ايه يقولون ايه في لقاء خاص طاردنا المالكي الشيخ سؤال واضح يعني نعم اليوم السيد السوداني يتخذ القرار بمراجعه مع السفيره الامريكيه نعم يراجع القرار مع السفيرة أنا الم... هسه ما اريد ادخل في في يعني ايه جوابك نعم استا... استا... انا اعتقد ان الاراده الامريكيه لديها قرار قوي فيها